إنسان نحترم كل شخص، مادام كان إنسان مدرب ناخب وطني ما نجمش نهضر على بروفيل أخر ينجم ينجح. مادام الإنسان هذا ونتكلموا على رابح ماجر طبعا ناخب الوطني تاعنا، ما نجموش نهضروا على واحد أخر ينجم ينجح. نهار مادام هو في البوست تاعو أنا عندي كل احترام، وهذه مش غير أنا، هذه التربية تاعي ما تخلينيش أنا نتكلم بالطريقة. لما نحكيه على رابح سعدان، نحكيه على فاهيد علي لوزيك، يعني معاهم المنتخب كان يمشي، كان وين تأهلنا مرتين للمونديال، تشوف بلي لونترينور عنده خاصية باش ينجح مع الجزائر، مع المنتخب الجزائري. صح، حتى المدربين هذوما اللي تهضر عليهم، الشيخ سعدان ولا فايد راح لكاس افريقيا دار نقطه واحده. الشيخ كان فتره ما رحناش كاع الكوب دافريك. مانيش نقول انا بلي ماجر دار كلش مليح، بصح مانيش انا ضرب باش نقول لك ما جار مليح ولا مش مليح، ماهيش خدمتي انا. نكونوا صريحين ومانيش طبعا احنا مجرد راي كلاعب سابق لعبت في المنتخب. الراي ساهل، يهمنا والشعب عنده. لا انا شكرا كثيرا ليك انت اللي تمد لي الفرصه باش نهضر، بس كي نهضر لازم واحد ما تزيدش حتى كي تهضر. Il ne faut pas rajouter de l'huile sur le feu. À un moment donné, il faut savoir apaiser aussi.